مينا سان كونيتشيوا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس او فيديو جديد من دروس سلسله تعلم اليابانيه باللغه العربيه. في درس اليوم حنتعرف على كيفيه ذكر الاسماء في المكالمات الهاتفيه. ليس من السهل استخدام لغه الاحترام بطريقه سليمه في المكالمات الهاتفيه. المهم هنا هو التمييز بين جانبين. الجانب الاول الاشخاص الذين ينتمون الى نفس الجهه التي تنتمي اليها انت، والاشخاص الذين ينتمون الى الجهه الاخرى التي ينتمي اليه الطرف الاخر في الحوار الهاتفي. عندئذ ينطبق اسلوب التواضع على كل من ينتمي الى الجهه التي تنتمي اليها انت. مثلا هناك مكالمه لرئيس شركتك سوزوكي على سبيل المثال، حتى إذا كنت تناديه عادة بسوزوكي شاكو، أي بمعنى السيد الرئيس سوزوكي، عندما تكون المكالمة الهاتفية مع طرف آخر، يجب أن تجرد اسمه من أي لفظ احترام عند الإشارة إليه. فعلى سبيل المثال تقول لفظ الاسم فقط وهو سوزوكي، ومن ثم تتبعه باللفظ الذي يتبع المبتدأ دائما وهو وا، فتكون سوزوكي وا جايشوتسو شيتي ماسو، بمعنى سوزوكي ليس موجودا. أما بالمناسبة أسماء العائلات الأكثر شيوعا في اليابان هي ساتو وسوزوكي وتاكاهاشي، ولكن هناك ألقاب أخرى عديدة بعضها متشابهة بدرجة كبيرة. إذا لم تسمع جيدا باسم شخص ما أو بلقب معين، لا تتردد في السؤال قائلا على سبيل المثال موتشيدو أو أونونامايو أونوغايسيماش، أو نوناماي بمعنى الاسم، أو أونيغاي شيماس بمعنى السؤال. الاسم الكريم مرة أخرى من فضلك. ونقدر نقول حاليا بأن الدرس أو الفيديو هذا تم. وقبل ما ننهي نحب نقولكم يوكوديكي ماشتا أو جود جوب، وسيونارا، إلى اللقاء، وأراكم في الدرس القادم.